قبائل الاحتلال الآن يقوم بضرب قطاع غزة في كل مكان، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. الاحتلال يقصف البيوت على آلاف بدون أي إنذار. هناك آلاف بل مئات وعشرات من الشهداء والجرحى. المستشفيات، وتم تحييد بعض المستشفيات الفلسطينية وإيقافها بسبب عنفوان هذا الاحتلال في القصف. الاحتلال قام بقتل عائلات كاملة. هذا الاحتلال المجرم للأسف. نحن نحارب بأسلحة أمريكية، والكل شاهد والعالم شاهد كيف أمريكا علنا أوصلت السلاح لهذا الاحتلال، وكيف أمريكا واقفة مع هذا الاحتلال علنا، وكلنا نشاهد ونسمع كيف تضغط أمريكا على بعض الدول العربية بعدم مساندة الشعب الفلسطيني لإدخال إليه الحاجات الإنسانية من أكل وشراب ومواد طبية. الآن كل المستشفيات الفلسطينية لا يوجد فيها أدوية. الوضع صعب، صعب جدا للغاية. الوضع مخيف جدا. القصف على قطاع غزة لن يتوقف لثانية واحدة، وكلنا الآن موجودين على الأرض، وكلنا يعني نتوقع كل ثانية عملية الاستشهاد. لا يوجد أحد آمن، لا يوجد مكان آمن. وأنتم شاهدتم بعض الصور من الواقع الفلسطيني كيف مسحوا بعض الأماكن مسح كامل، لكن للأسف هذا الدعم الأمريكي. والآن سوف تأتي قوات أمريكية خاصة تدخل مع هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا وضد غزة اللي هي عبارة عن 2 مليون إنسان. لكن الآن نقول أين دولنا العربية؟ أين كل دولنا العربية؟ أين زعماء أمتنا؟ أين زعماء أمتنا مما يشاهدون من أطفال ونساء وشيوخ تقتل مجازر؟ الاحتلال لا يقتل المقاومين. الاحتلال لا يقتل المقاومين، لا يستطيع الوصول إليهم. لماذا الاحتلال؟ وأين العالم؟ أين هذا العالم الظالم الذي يكيل بمكيالين؟ وكلنا شاهدنا عندما قامت الحرب. عندما قامت الحرب الروسية الأوكرانية، كل العالم وقف ضد روسيا، كل العالم دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا. أين العالم الظالم؟ أين أمتنا العربية؟ أين زعماء أمتنا؟ لماذا تقتل الأطفال؟ لماذا تقتل النساء؟ لماذا تقتل الشيوخ؟ لماذا تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها؟ الآن نضرب بجميع الأسلحة، نقتل بجميع الأسلحة، أسلحة محرمة دوليا. والآن الفسفور ينزل على غزة مثل المطر. أين الضمير العالمي؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ لماذا نحن الشعب الوحيد في العالم عندما نضرب ونقتل؟ عندما نضرب ونقتل لن نسمع صوتا. مستشفيات بدون علاج، مستشفيات بدون كهرباء، قطاع غزة كله يتوى على كامله بدون مياه، بدون غاز، بيوت تقصف على ساكنيها. والآن يطالبون بترحيل أهل غزة وفتح ممرات آمنة. نحن نقول لنا الله، وكل إنسان عربي ومسلم سوف يحاسب على ما يجري في غزة، وسوف يحاسب على كل ما يجري. كل إنسان فينا حيحاسب على كل ما يجري في أي دولة عربية. لو كانت هذه المعركة مع أي دولة عربية والشعب الفلسطيني كان دولة لا تحرك بدون أي إذن. أين شعوب أمتنا؟ أخي رعب، رعب يوجد في غزة، رعب لن يوجد في التاريخ.
الأطفال والنساء والشيوخ، إن هذا الاحتلال لن يقف أمام المقاتلين، لن يقف أمام المجاهدين، ها هم في داخل أراضينا المحتلة التي تم تحريرها، لن يستطيع الوقوف أمامهم. استفرد في الشعب، وماذا ولماذا؟ إسرائيل الآن تهدد كل الدول العربية وليس فلسطين، تهدد كل الدول العربية، فنحن كفلسطينيين نقول بس دنا الله ومن معه الله فمن عليه. شهداء بالعشرات، جرحى بالعشرات، المستشفيات لا تستطيع استيعاب الجرحى، وتم توقيف بعض المستشفيات من قبل هذا الاحتلال عندما ضرب كل محيط بعض المستشفيات حتى لا تستطيع أي سيارة إسعاف الوصول إليها. أين الضمير العالمي من قتل الأبرياء والنساء والشيوخ؟ أين الضمير العالمي؟ أين الضمير الأممي؟ أين أبناء أمتنا؟ أين شعوبنا؟ أين قادتنا؟ أين زعماءنا؟ لن نسمع شيئا من يوم 7 أكتوبر إلى الآن، لن نسمع شيئا، لن نسمع أي تصريح من أي زعيم دولة عربية كي يشفي قلوبنا. عندما أرسلت مصر مساعدات للشعب الفلسطيني، ماذا فعل هذا الاحتلال؟ ضرب معبر رفح حتى لا تصل مساعدات الشعب المصري والحكومة المصرية لقطاع غزة. ومن هنا نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. غزة الآن يا أخي حرب إبادة، حرب إبادة حقيقي، حرب إبادة على غزة، إبادة. وين أمتنا؟ وين زعمانا؟ احنا ما طالبين حدا يحارب، أقل شيء يحموا احنا شعبهم، احنا شعوبهم، احنا أبنائهم، احنا أبنائهم. حرب إبادة على غزة.